حرفية من 10 ولايات من الغرب الجزائري شاركنا في معرض جهوي للمرأة الحرفية بدار الحرف والصناعات التقليدية بمدينة غليزان من تنظيم غرفة الحرف والصناعات التقليدية التي فتحت المجال للحرفيات للمشاركة في هذه التظاهرة التي ألفت الغرفة تنظيمها كل سنة. تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية غليزان بالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية الصالون الجهوي للمرأة الحرفية اللي بدأ من 10 مارس إلى يوم الأحد 15 مارس بمشاركة 10 ولايات من الغرب الجزائري. معرض كان مناسبة مواتية لبعض النسوة للتعريف بحرفهن وعرض مختلف المنتوجات التي جادت بها أيديهن. الخدمة تاعي كنت خدمة في البيت بها، الحمد لله غير بشوية بشوية، وقولي عندي ورشة صغيرة راني خدمة فيها. الحرفة تاعي اليوم هي إعادة تدوير المستلزمات باش ما نرموهاش، نستخدموها في عدة أمور لتزيين مثلا البيت. عندنا لي فاز هنايا، عندنا هذا طاووس هوانا، عندنا كوريات سحرية، عندنا دمى بالجوارب كذلك. بعض الحرفيات اشتكين من بعض المشاكل التي تواجههن خلال حياتهن المهنية. المشاكل تاعنا تاع الحرف الحرفيين اولا يعطونا محلات باش نزاولوا فيهم المهنة خاطر المساكن تاعنا ضيقين، وثانيا التسويق. المعرض شهد اقبالا حسنا من المواطنين وكان مناسبة للحرفيات للتعارف فيما بينهن وتبادل الخبرات، حيث أبدين سعادتهن لحسن الاستقبال والتنظيم.